منور يا كابتن مصر، منور الله وجودك يخليك يا معانا، سلام. وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا الحقيقه. ودايما البدايات بتكون دايما في ذاكرتنا، حتى لو الواحد عنده 100 سنه دايما فاكر بدايتك كانت عامله ازاي يا كابتن؟ مش في النادي الاهلي بشكل عام. يعني الكوره كانت بالنسبه لي يعني بتمثل لي حاجات كتيره جدا، حياتي كلها. ودي يعني طبعا انا حظي كويس، انا كنت في شبرا، فكان عندنا يعني ملاعب كتيره، الملاعب اللي هي قدام البيوت وكده، كنا بنلعب فيها وخدنا فيها راحتنا قوي، ودي اللي زودت مهاراتنا بشكل كبير، ودي اللي كانت يعني ال 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 الاساسيات اللي خلت ان في مصر مواهب كثيره جدا. الحته دي الشوارع. يمكن دلوقتي عشان دي قلت شويه، فبرضه المواهب في مواهب، لكن مش بالقصه اللي كانت موجوده في ايامنا. يعني ساعدتنا كتير جدا. رحت اسكو، لان اسكو قريب من من البيت. بيتي، وبرضه رحت بالصدفه، يعني واحد صاحبي قال لي ما تيجي كابتن معايا اسكو بتاعه، هو كان في اسكو يعني، فرحت كده بالصدفه. ولما رحت طبعا انا كنت بلعب بقى ساعتها قدام المدرسه يعني، ف يعني الحمد لله اديت اداء كويس قوي. بس تاني يوم ما رحتش، ليه؟ ما هو يعني اللي انا بلعبه بره هو ده يعني ده بيغنيني، الغاية بتاعتك وده بيغنيني. الانبساط بتاعك. فحتى المدرب قال له لو ما جاش معاك ما تجيش. ما تجيش فالولد جه بقى وقعد عشان يتحايل خاطري عليا وبتاع وبتاع. مش عارف ايه، فرحت. ولما رحت يعني صراحه كان في كابتن اسمه حسني ابو زيد، هو اللي كان استقبلني يعني. اول ما رحت قال لي انت لازم تجيب صور وبتاع مش عارف ايه على بتاع، طول. فاجيب صور ايه؟ برضه احنا الامور كانت صعبه. المهم ان انا فاكر ان هم يعني صرفوا لي ساعتها 60 قرش 60 عشان قرش؟ عشان اروح لا ده كانت اتصور، سنة كام ده يا كابتن؟ سنه يعني حاجه و70. أوائل؟ عشان ما انا هجيب صور وهجيب أجيب منين كل مستخرج ده؟ كل ده ما ينفعش. ف دي اللي ده رقم دبستني. أيامها برضو يا كابتن، 60 قرش طبعا ده. ودي اللي دبستني. فلما رحت بقى وبعدين ابتديت بقى في اسكو، الحمد لله كنت بأدي فيها بشكل كويس قوي. لما كنت بشتغل قدام الأندية التانية، أهلي وزمالك وكده، فكنت الحمد لله بلفت نظر يعني في أي حتة ما بروحها يعني، لأن بفضل الله كانت الأمور عند الواحد، كانت الدنيا يعني مفتوحة بشكل كبير قوي يعني. ف الدنيا مشيت ازاي يا كابتن؟ يعني كنت بلعب اسكو. قصاد الأهلي، وكان الكابتن الله يرحمه الكابتن الجوهري هو كان ماسك فرقة الأمل، اوكي. فأنا كنت بمسك بقى فرقة الأمل يعني. فطبعا يعني كنت لفت بتلعب في نظر نفس مركزك يا كابتن في الاهلي كنت ولا بلعب في نص الملعب. في نص الملعب؟ كنت بلعب في نص الملعب، وبلعب برضه بكفيلود من ناحية اليمين دايما يعني، من ناحية الشمال. يعني فطبعا المركز ده مبدئيا كده، المركز ده ما اتغيرش طول مسيرتك. لا طول مسيرتي ما ما اتغيرتش، فانا في اتغيرش. نص الملعب يعني في اي حته في نص الملعب، وبعدين كنت بكمل في حته من ناحية الشمال دي الشمال. بشكل كبير. حتى في وقت من الاوقات لعبت باك ليفت باك في ليفت. ماتش، كنا بنلعب الزمالك وحصل تغيير في الماتش، في الباك ليفت طلع وانا لعبت فيه، ونزل ساعتها كابتن الخطيب والكابتن طاهر الشيخ، الاثنين نزلوا، فعمل مستر ليدكوتي عمل تغيير، طلع واحد من تحت ورحت انا نازل، وفي الوقت نفسه حتى يزود الهجوم يعني. ولما حتى لما رجعت ورا انا اللي عملت الجون الثالث مش فاكر، او الرابع لطاهر مش فاكر يعني، هو كان الجون الثالث برضه من تحت يعني، هو طلع وانا لعبت برضه، وكنت بزيد في الحته بتاعتي بشكل كويس، واشتغلت فيها بشكل كويس يعني. الحته دي كنت بشتغل فيها اي حته فيها يعني، حته مع انك ما الباك كنتش ليفت. بتلعب بشمالك. لا ما كنتش بلعب شمال، بس كان شمالي زي يعني زي يميني. يميني بالظبط يعني. فلما اشتغلت في كده الحمد لله بقت عندي فرص للعب الحمد لله كبيرة. كبيره في كل، حتى لما رحت المنتخب برضه كان فرصي بشكل كويسه متوفره، عشان برضه ان انا بلعب في اكثر من مكان، ويعني الحمد لله كانت في توفيق يعني في الموضوع. لكن اسكو يا كابتن، يعني فضلت تلعب كام سنة في اسكو الأول؟ في حدود على ما اظن في حدود 3 سنين او 3 سنين. وبعد كده اهلي. الأهلي في مباراة الأمل. في مباريات الامل الكابتن جوهري شافني، فانا كنت بلعب ساعتها درجه اولى يعني، بقى انا وانا صغير كنت خلاص بقى بلعب يعتبر الدرجة الأولى. وكنا بنلعب عشان نصعد للدوري الممتاز،
الفطله ديت كنا 6 فرق، احنا والشلطه وكفر الشيخ وكذا فرقه كده. بس كده 6 فرق بس؟ لا احنا 6 فرق اللي بتصفي، اللي بتصفي في الاخر. بتصفي. فللاسف للاسف فرقه الشلطه طلعت علينا بهدف، اوكي، فما طلعناش. تمام. في الوقت دوت يعني ايه ال 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 النادي الاهلي بقى جم وخدوني. ولما خدوني من اسكو، يعني الحمد لله لما جيت ورحت. قبل بس ما النادي الاهلي خدها يا كابتن، الفتره دي يعني كان ايه اللي بيحصل؟ يعني احنا دلوقتي مثلا غير الاول، انا لا غير. ايه اللي كان بيحصل ساعتها بقى؟ ما ينفعش ان حد يمشي. ما كانش ينفع. يعني انا جولي يعني كان الاداريين يعني. اداريين وخدوني وجيت قعدت مع كمال بيه، الله يرحمه، كمال بيه، كمال بيه حافظ. كمال بيه حافظ. وكان الكابتن عزت هو ماسك مدير الكوره. المهم لما رحت وقعدت مع كمال بيه، ايه انت قلت له طبعا انا اهلاوي وكده، فماشي. فالمهم ان هم اتفقوا يعني هو وحد تاني انه هيجوا يقابلوا علي بيرخه اللي هو كان رئيس مجلس اداره اسكو. وفعلا جم وخدوني. بعد ما خدوني، تعرفش ايه اللي اتدفع ولا اي حاجه؟ لا، ما هم وعدوهم بحاجات، بس طبعا الدفع ما كانش ساعتها، الانتقال كان صعب قوي. فحته الدفع وكده ما كانش متواجده في هذا التوقيت يعني. المهم ان انا لما اتفق ان احنا خلاص ان انا اروح النادي الاهلي وعلي بيه رخا وافق وكده، طلع قرار ان الست فرق اللي هم كانوا طالعين من الدرجه الثانيه وكده كلهم يلعبوا في الدوري الممتاز. ايه ده؟ فكنت انا واحمد ابو الحياب وياسر وحمدي، كل واحد فينا راح في حته. فطلع قرار من اتحاد الكوره ان احنا كلنا نرجع لاسكو. اوف. فطبعا كلهم رجعوا لاسكو، لان اسكو بقى خلاص، والمفروض ان انا رجعت. بس انا الحمد لله النادي تمسك بيا، النادي الاهلي. ووقفنا شويه، وعملنا بقى شويه محاولات وبتاع مش عارف ايه وكده، ورحنا مجددين مروحنا لعلي بيه رخ الله يرحمه، اللي هو كان رئيس مجلس اداره اسكو. وراح مديني استغنى تانية جديده. ورحت ودي وبدات الحكايه مع النادي الاهلي. وبدات الحكايه مع النادي الاهلي.